ورجعنا لكم بعد الفاصل في حلقه جديده من برنامجكم فضفضه. وحشتونا جدا وحشتنا الفضفضه معاكم. فضفضه النهارده جديده وموضوع حلقتنا جديده عن البرنامج واول مره نتكلم فيه. فضفضه النهارده هتهم كل ست وكل بنت. خلينا نرحب بزميلتي مروه وبعد كده ارجع نشوف موضوع حلقتنا. ازيك يا مروه؟ اهلا. ازيك يا نعم؟ الحمد لله. طبعا كل ست فينا وكل بنت بتبقى دايما بتسعى ان هي تبقى احسن وتبقى احلى كشكلا كبشره كجسم كشعر الحاجات دي كلها. فاحنا ازاي هنقدر نهتم بده وازاي نعمل ده صح؟ هو قبل اي حاجه طبعا كلنا حلوين، مفيش ست وحشه، بس كل واحده حلوه بطريقتها بشكلها باسلوبها بروحها. بس المجمل يعني ان مفيش واحده فينا وحشه، بس طول الوقت احنا بنسعى ان احنا نبقى اجمل ونبقى اصغر ونبان احلى. وعشان نعمل ده بطريقه صح ونعرف هنعمله امتى، جبنا لكم ضيفه هتقول لنا هنعمل ده ازاي وامتى. ازيك يا دكتور؟ ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ معانا دكتور رانيا شلبي، اخصائيه البوتوكس والفيلر والتجميل. ازاي الاخبار يا دكتور؟ تمام الحمد لله. حابه النهارده ناخد بقى اكبر منك اكبر كم من معلومات عشان نفيد الستات والبنات. اكتر حاجه بيفكر. انا عجبتني المقدمه بتاعتك ان مفيش ست مش حلوه. ده مبدا كلنا حلوين بلا استثناء، بس باختلاف. كل واحده حلوه في شكلها، حلوه في روحها، حلوه في اسلوبها، في طريقتها، حاجات كتير. بس ما فيش ست وحشه، بس احنا بنسعى أكيد نبقى حلوين اكتر اكيد. ونبان اصغر وشكلنا احلى اكيد. فبعد طبعا تطورات اللي حصلت في عالم التجميل وما بقاش فيه عمليات تجميل وبقى عندنا حاجات اسهل بالنسبه للناس اللي بتخاف من التجميل من العمليات والحاجات دي، فطبعا البوتوكس والفيلر وفروا لنا الحاجات دي كلها. المشكله ان في كونسبت عام كده ان البوتوكس والفيلرز دول حاجه ايه ده، لا خليكي طبيعيه، لا بلاش تخشي في الحاجات دي من دلوقتي، بالذات لو واحده سنها صغير عندها مثلا 20 سنه 25 سنه الكلام ده كله، وتيجي تفكر تلاقي عندها ابتدت تظهر كسره وتبقى ال 111 دي بالظبط ابتدت تظهر، حتى لا مش لازم حتى 111، كسره بسيطه دي اللي احنا بنسميها العلامات التعبيريه. طبيعي اي واحده بتيجي تضحك بتيجي تتحرك وشها ممكن تبتدي من بدري جدا يظهر لها ولو خط فيع قوي قوي قوي. 22 سنه وعندي دول يعني عندي دول. بص انا هقول لك على حاجه، هو في ناس اوريدي بيحبوا بعض الكسرات كده الخفيفه، التفاصيل بتاعتها بتبقى ساعات لطيفه، حتى اللي هي بنسميها الكروس فيتس اللي هي عند بتبقى جنب العين، في ناس بتحبها. اوكي المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان دي لازم طول ما انت بتعملي التعبيرات بتاعتك هتفضل تزيد طبيعي. طب معنى كده ما اضحكش ما اكشرش؟ لا اضحكي حبيبتي براحتك وكل حاجه، بس هي الفكره في ايه دلوقتي؟ كان في كونسبت او في مفهوم ان انت لا 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 خليكي طبيعيه وبوتوكس ايه وفيلرز ايه، ناس بتخاف بالظبط. لا وفي كمان فكره تانية ان انت وانس ابتديتي تشتغلي في موضوع البوتوكس والفيلرز خلاص انت ما تقدريش تستغني عنه بعد كده، لو انا كل شويه لازم جلسه ولازم اجدد بالظبط. انت يعني بيفكروا كده كانها مثلا دواء خدتيه فهتدمنيه مثلا، الموضوع مش كده خالص. دلوقتي علميا بقى في حاجه اسمها البريفنتيف بوتوكس وفيلرز. يعني ايه بريفنتيف؟ يعني وقائي. انت ممكن عندك حاجه بسيطه جدا وتبتدي تعمليها من وانت صغيره، من وانت في العشرينات، يعني ده ما بيأثرش عليا في حاجه او على بشرتي او بالعكس خالص تماما. انا هفصل الاول ما بين البوتوكس وما بين الفيلرز. خلينا الاول نفهم يعني ايه بوتوكس. البوتوكس ده هتستغربوا لو قلت لكم ان هو اساسا ماده سامه. البوتوكس يعني رياكشن وشي يعني ده كده. هو البوتوكس ده عباره عن نوع من انواع الميكروبات اسمها بوتولينيوم توكسين. الماده دي بكميه معينه بتكون سامه، لكن طبعا الكميه اللي احنا بنحقن بيها دي كميه بسيطه جدا 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 جدا. كل الفكره اللي هي بتعمله انت التجعيده دي بتظهر عندك ازاي؟ بتظهر عندك لما عضلاتك بتشتغل زياده عن اللزوم.
فاعتقد ان هو بيريح العضلات. بالظبط، هو فكرته ان هو بيعمل نوع من انواع مش شلل، هو بيعمل ارتخاء في العضلة. في العضله. طب فلو امتى اعمل بوتكس وامتى اعمل فيلر؟ ما انا هقول لك، بس خلينا بس نعرف الفرق الاول ما بينهم. انا هقول لك الاول الفرق ما بين الحاجتين، وليه الناس خايفه، وليه وايه الفرق بين الحاجتين. زي ما بقول لك، هو الماده دي فكرتها كلها انها بترخي العضلات، فلما انت بترخي العضله بتبتدي العلامه التعبيريه دي ما تحصلش. تمام. اوكي، كل ما هتسيبي العلامة دي تشتغل، كل ما هتسيبي عضلاتك تشتغل، كل ما التجعيدة اللي احنا بنقول عليها دي هتكون أعمق. هتيجي عند 40 سنة تيجي تعملي بوتوكس ولا هينفع خلاص. طب أبدأ أعمله من سن كام؟ تعمليه وانس شفتيه، وانس ابتديتي تشوفي المارك أو التجعيدة ابتدت تظهر حتى لو بسيطة اعمليها على طول. كل ما بتعمليها انت ده بقولك في بريفنتيف، حماية، انت بتحمي نفسك من التجعيدة دي تبقى بسيطة. هتروح بعد كده التأثير بتاع البوتوكس، ممكن احيانا يقعد 3 شهور، ممكن يقعد، انا عندي حالات اشتغلتها قعدت حوالي سنة. سنة وبتبدأ يعني تعمل جلسات تاني؟ طبعا هو باي ذا بوك يعني او الستاندرد بيكون من 3-6 شهور، لكن فعلا فعلا حقيقي والله في حالات اشتغلتها قعدت قرب السنة. طيب الفكرة في ايه بقى؟ معلش انا قاطعك جدا. اتفضل. بس احنا اتأخرنا، فوقت حلقتنا خلص، هنكمل الحلقه الجايه. انا اسفه جدا، وطبعا ما لحقناش نستفيد من حضرتك. انا بس معلش قبل ما ننهي، انا عايزه اقول حاجتين سرعة جدا. ابتدي اعملي البوتوكس بدري، ما تتاخريش، عشان كل ما هتتاخري كل ما هيكون صعب جدا حل المشكله. بالنسبه للفيلر، الفيلر ده عباره عن ماده اسمها الهيالورونيك اسيد، ودي ماده طبيعيه اصلا موجوده في بشرتنا، فهي ماده طبيعيه جدا ما بتعملش اي مشاكل ولا اثار جانبيه. بالعكس، انت لما بتعملي فيلر ده بيساعد ان يحصل تجدد لبشرتك، فهو حاجه امنه جدا، وبنصح كله من سن صغير يبتدي في البوتوكس والفيلر. متشكره جدا يا دكتور، وان شاء الله نكمل موضوع حلقتنا الجايه، واستنونا الحلقه الجايه في فضفضه جديده.